أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أهمية احتواء النزاع بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية حتى لا يتمدد ويتحول إلى نزاع إقليمي. قالت يلين في تصريح لها على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبك، قالت إنه في حال تحول النزاع الجاري إلى حرب إقليمية فقد يشكل مخاطر جمة على الاقتصاد العالمي. أعتقد أن هناك وجهة نظر مشتركة بقوة مفادها أنه من المهم بالنسبة لنا جميعا أن نعمل وأن نفعل كل ما في وسعنا لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحماس حتى لا يصبح صراعا إقليميا أوسع نطاقا، وإذا حدث ذلك فقد يتحول إلى صراع إقليمي أوسع نطاقا يشكل مخاطرا على المستوى الدولي، وهو ما قد يشعرنا جميعا بالقلق. بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين هاتفيا مع نظير البريطاني ديفيد كاميرون تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الجهود الرامية إلى زيادة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة. وهذا وشدد الوزيران على استمرارية العلاقة الخاصة بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأهميتها للأمن الإقليمي والعالمي، إضافة إلى مناقشة العلاقات مع الصين والتعاون لمساعدة أوكرانيا في مواجهة العمليات العسكرية الروسية. أدانت الصين والعديد من الدول العربية وإيران تصريح وزير إسرائيلي بأن أحد الخيارات في حرب إسرائيل ضد المقاومة الفلسطينية قد يكون قصف قطاع غزة بقنبلة نووية. وأعرب متحدثون خلال افتتاح مؤتمر للأمم المتحدة أن البيان الإسرائيلي يشكل تهديدا للمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع. وجاءت الإدانات والانتقادات ردا على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو في مقابلة إذاعية بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في غزة، وسرعان ما أوقفه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عن حضور اجتماعات مجلس الوزراء. ٍٍ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